كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 53. بوغ لقب المهرج وقديم جدا وأصله من الصين. وظيفته الحالية يضحكك، حجمه صغير فما بيلاقي مكان يقعد فيه إلا حضنك، ووجهه غريب كأنه بولدوغ صغير. خلصنا مدح أو الكلام المنيح، هلأ إجا الدور عيوبه. أول شيء هذا كلب صغير لا بنفع لا لصيد ولا لحراسة ولا منه أي شيء مفيد، فما راح أحكي لك ربيه عشان مش ناقصني سيئاتك. ثاني شيء عنده مشاكل صحية ما بتنتهي، أولها مشاكله التنفسية وهذا بسبب فكه المضغوط، فحتلاقي عنده صعوبة في التنفس وحتلاقيه بيشخر وبيحتاج عملية جراحية عشان يقدر يتنفس بشكل طبيعي، وهذا ما بيخليهم يمارسوا أي رياضة لأنه بتلاقيه بالهث وبشدة بده أكسجين، ولأنه ما بيمارس رياضة فوزنه رح يزيد، فهو بفضل النوم على الرياضة. وعيونه كبار مش محمية فممكن ينخبطوا بسهولة، وهذا كمان بيعرضهم للالتهابات. وهذا الكلب الصغير بيخسر شعر بشكل كبير، فبتحتاج انك تكنس بيتك بشكل يومي، والكلب بيحتاج تنظيف بشكل يومي ودوري. هلأ هو بده يشوف منك اهتمام، ويا ويلك اذا بتقطع عنه الاهتمام، ومش سهل دربهم لانه عنيد. وعشان يسلمك نفسه ويرضى انك تتحكم فيه فهذا بيحتاج وقت، فيمكن عبال ما هذا الموضوع يصير تكون انت فقدت الامل. والله ما برضاها لك انك تفقد شيء، سيبك منه مش لازم تربيه.